عزومنا فوق السحاب ومالنا عد التراب، من ربنا ميزاتنا سبحان خلاق الكتاب. لا ما تنقصنا إعاقة، احنا التميز واللباقة، ونكسر أرقام اللياقة، بصماتنا في كل باب. في ذكرى العشرين لتأسيس مركز راشد للمعاقين، أهدى الإعلامي والشاعر سعود الكعبي المركز أغنية حملت عنوان عزومنا فوق السحاب، من ألحان سفير الألحان طبعا فايز السعيد في مركز راشد للمعاقين. الحين يكون معانا طبعا سعود الكعبي، سعود نرحب الكعبي بك طبعا ان شاء الله. بس في على فكره ممكن اسرق القصيده احطوها تحت اسمي. حاضرين. بس نزل الكليب وراحت عليك الحين. خلاص راحت علي. حياك الله يا سعيد. متى بنشوف الكليب ان شاء الله؟ يا سعود الكليب ان شاء الله بتشوفونه ابتداء من اليوم على كل القنوات، ابتداء من قناه انت بلاش ان شاء الله باذن الله. عيبتني القصيده صراحه. الحين بنشوفها مره على الهواء. خلاص على طول معنا. تسمح لنا نشوف الحين؟ تفضلوا. يلا شوفوا المشاهدين اذا. Come on.
طبعا عبد الله صراحة سعود الفيديو كليب إحساس جمال، ترتيب فيه كل شيء، حتى ان لاحظت ان فيه مجموعه من الفنانين كانوا موجودين. نعم، يعني دلاله ان روح حتى الفنانين مشاركين في هالشيء شيء اساسي فعلا، مثل ما قال الاعاقه مش جسديا، طبعا الاعاقه فكريا. طبعا سعود هي كلماتك صحيح؟ هي نعم. والحان منو كانت؟ الحان سفير الالحان فايز السعيد، وانتاج الاخ محمد درويش الزرعوني، واخراج علاء الانصاري، وشارك في بطوله هذا الكليب مروان عبد الله صالح. حقيقه تحيه شكر لهم كلهم وتحيه شكر خاصه جدا الى مريم عثمان اللي هي مديره مركز راشد للعلاج والرعايه. نحن بعد نوجه لها شكر ووجه لها تحيه مقاطعه. هذه القلب الكبير نحن نعتبرها وام المعاقين، الله يحفظها ويعطيها الصحه والعافيه على حبها وعطفها وحنيتها. يعني 20 سنة تقريبا مرت على هذا المركز من الحب والعطاء. يعني نعم، سواء مريم عثمان أو زوجها الله يحفظهم كعائلة، ربوا هذا المركز أو عيال هذا المركز كأفراد أو جزء من عائلتهم. جزء منهم طبعا. لما تدخل هذا المركز تحس يعني بالجو الأسري في هذا المركز، تحس أنك أنت واحد من أفراد هذه الأسرة. جو الحب والعطاء اللي موجود فيه ما تشوفه في أي مكان. طبعا أنت تتكلم من منطلق يعني خبرة قديمة جدا، وليس نعم، خبرة هي معايشة للحالة نعم، بشكل متكامل. 18 سنة من 20 سنة أنت مع هذيل الشباب وهذه المنظومة. أنا بصلح لك المعلومة، هي 19 سنة. 19 سنة ما شاء الله. من 20 سنة، يعني يمكن أول سنة من افتحه أنا ما كنت على خبر، وكانت بدايتي في التلفزيون أصلاً من 19 سنة، لكن يعني عمري في التلفزيون هو عمري مع مركز راشد للعلاج ورعاية الطفولة. من بديت وأنا طفل ونحن معاهم كمركز راشد للعلاج ورعاية الطفولة، كانوا فيلا صغيرة جداً في جميرة، الفيلا كانت مستأجرة. من بعدها الله يطول في عمر الشيخ محمد بن راشد منحهم هذه الأرض وبنوا هذا المركز الكبير، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة المكتوم حرم صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد داعمة كبيرة لهذا المركز، شيوخنا كلهم الله يحفظهم، غير شيوخنا في دولة الإمارات الله يطول في عمرهم وعطائهم الدائم، وأهل الخير اللي في دولة الإمارات. أيضا هناك عطاءات كبيرة من دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية لهذا المركز. جميل حقيقة، يعني حجم العطاء اللي يوصلهم من هذا القلوب الكبيرة يبين لك أن الدنيا الحمد لله بألف خير ونعمة. وأنت لما تدخل هذا المركز فعلا تحس أن هذا المسمى المعاق ترى مجرد مسمى، هو مسمى لا وجود له في ارض الواقع. لما تدخل وتشوف هو حاله خاصه، نحن ما نسميها اعاقه، انا من نعم، عندي انا صراحه لا يعني ليست نعم، اعاقه، هم ذوي احتياجات خاصه. نعم، هذا الاصح المفروض نعم، ان ينقال، وفعلا هم فقط ذوي احتياجات خاصه، لكنهم نعم، حالهم حالنا وماشي فرق بيننا وبالعكس وبينهم. ما شاء الله في بعضهم ينتجون اكثر عنا، وفي بعضهم عندهم عقول أكيد، ما شاء الله يعني فكريه رائعه. نحن نتعلم منهم طبعا في المواقف اللي يسوونها، نحن نتعلم منهم. لو تابعت الفيلم اللي كان في افتتاح مهرجان دبي السينمائي، نعم، مختارين فيلم جدا رائع عن الدكتور اللي وصل التصلب الدماغي وانشل جسمه في بداية يعني طريقة لنهاية الدكتوراه. سبحان الله. فخلص الدكتوراه وهو قاعد الأثارة تي وتزيد عليه لين نعم، انشل كليا، ولين بعدين فقد النطق، من بعدها يابو له جهاز انه يتكلم يعني يكتب تقريبا 4 كلمات في الدقيقه. فتشوف انت الانجاز من شخص يعني صاحب اعاقه، لكن كيف وصل وكيف خلص الكتب وانباع بمبيعات كبيره. ما في شيء يوقفه، هذا مش هذا عطاء يعني. هذا الشخص عنده همه، انا اقول لهم من اصحاب الهمم، وهذين ما شاء الله عليهم عندهم همه كبيره، لكن كان يعني يبون اللي يدعمهم واللي يوقف معاهم على اساس نظره المجتمع في بعض الاحيان تختلف من هذه الجهه. انت الان ما شاء الله عليك، يعني انت عشت وشاركت هذه الفئه في مركز طبعا راشد نعم، خلال مثل ما قلت 19 سنه نعم، ونمت علاقه خاصه بينكم بينهم نعم. لكن شعورك انت سعود اول ما دخل هالمكان، لما تعرف عن شعور سعود الانسان. والله شوف، يعني يمكن في البدايه كنت مثل يعني هذا الكلمه حتى قلتها في حفلنا لاطلاق هذه الاغنيه، بداية دخول المركز أو أول أيامي لدخول المركز يمكن كنت أحس بالشفقة عليهم، وهذا يمكن إحساس أي شخص عادي يمر يشوف معاقي نعم، يشفق عليك من كان لأنه ما يكون معاشر إنه ما يعرفه، يعني مثل ما تقول طبيعة إنسانية صحيح. لكن في الواقع لا، يعني الشفقة هاي المفروض تنساها جدا. هذه الناس حالهم من صحيح، حالنا مثل ما قلت إنسان كامل، إنسان كامل، اللهم هو ذوي احتياجات خاصة. بالعكس يعني أنا أفخر بلقب صديق مركز راشد نعم، وهذا التكريم كان لي تقريبا من سنتين استاهل، من هذا المركز. وفعلا نحن أصدقائهم، هذه الأخواننا، هذه نعم، أهلنا، هذه منا وفينا، ما في حد على الأقل إذا مش فرد من أفراد عائلتك بيكون صديقة تعرفه أو جارة تعرفه من ذوي الاحتياجات الخاصة، معناته
هذا موجود وهذا واقع وهذا خلقة ربنا لا اعتراض عليها. نعم. لكن يعني معاملتهم تفرق بطريقة ما، والموضوع جدا سهل، وهم مش محتاجين شفقة ومش محتاجين منك أي شيء، بالعكس محتاجين منك بس أنك تفهمهم صح. صحيح. هذا هو الموضوع. صحيح. سعود، أكيد أنت شفت ردة فعلهم بعد ما تغنت الأغنية وصار عليها الفيديو كليب. نعم. حفظوها غنوها. نعم. شو كان ردة فعلهم؟ في يوم الحفل جانا واحد من أقفال المركز وغنى لنا إياها، وجانا واحد وعد القصيدة كألقاء. ما شاء الله. والأحلى لما تشوفينهم هم، أنت قبل شوية تقولين بترزفين على الأغنية، هم كلهم كانوا يرزفون على الأغنية، فهذا أكيد شيء يفرح الواحد أن كون هدية بسيطة فرحتهم بهذه الطريقة. وفعلياً نحن متى ما نرى يعني صور، يعني احنا ايضا شفنا في صور لك في انستغرام وصور لك على التواصل الاجتماعي، ان هناك فرحه مختلفه. أكيد. عندما تتواجد بين هذه القلوب، انا هذه قلوب رحيمه، هذيل قلوبهم ارحب بنا نحن من نحن بانفسنا، عرفت كيف؟ وهم اصدق من نعم. من البشر العاديين في مشاعر، فنحن نبغي لمحه من هذا الصدق وهذه الرحمه اللي عندهم نخبرها للمشاهدين على اساس ان يغيرون طريقه التعامل. لا، هم اللي يرحمونكم وانتم اللي ترحمونهم. شوف، لما انت يعني نحن عايشين طبيعيين في هذه الدنيا، نشوف مئات البشر يمرون علينا. نعم. يوميا. صحيح. تتعاشر مع مئات البشر يوميا، ممكن يكون في انتراكشن او اخذ وعطاء بينك وبين ناس كثير في هذه الحياه. صحيح. لكن يصعب عليك انك انت تثق بشخص بسهوله، ويصعب عليك انك تجد الشخص اللي فعلا يعطيك مشاعره من قلبه. لكن اذا دخلت هذا المركز انسى العالم هذا اللي برع كله، وعيش الصدق وعيش الواقع وعيش المشاعر الصادقة 100%. شعرت بالدنيا. أنا أكلمك جد، يعني أنت لما تدخل مع عام تيلس، يعني شو أجمل من القعدة مع الأطفال؟ تحس ببراءتهم. صح؟ صحيح. ذوي الاحتياجات الخاصة يمكن كأنهم أطفال على أحجام، يعني على عقول عمر أكبر، لكن ولكن عقول كبيرة، لكن قلوبهم قلوب أطفال. نعم. فتأخذ وتعطي معاهم، وأنت تعرف أن هذا الإنسان لا يبغى مصلحة منك، لا أنه قاعد ينافق، لا أنه قاعد يغشك في شيء، لا أنه بالعكس، يعني هذا الإنسان صادق معاك 100% بكل مشاعره اللي يأخذ ويعطي. طبعا أجمل إحساس في الدنيا أنك أنت تكون صادق في مشاعرك قدام الشخص اللي أكيد. اللي تولاك مناسبة المشاعر. شو اللي خلاك تكتب القصيدة هذه؟ معاشرت كلهم ولا في شيء يعني معين في حياتك صار خلاك تكتب القصيدة يعني هذه؟ يعني شوفي، أنا مركز راشد دائما أكلم الأخت مريم عثمان مديرة المركز، وتحياتنا لها طبعا. نعم. وأقولها أي فعالية، أي شيء عندكم، أي شيء محتاجينه، أنا جاركم، يعني أنا خمس دقائق أنا عندكم، أنا من يعني ساكن البرشة وهم في البرشة، فأقولها أنا أول واحد بكون، وفعلا يعني أحيانا الساعة 9 الصبح 8 الصبح تلقاني أنا عندهم مثلا في فعالية وغيره، فأقولها أنا دائما أبا أعطي لهذا المركز، لأن هذا المركز أنا ربيت فيه، أعتبره بيتي الثاني، مثل ما التلفزيون بيتي، مثل ما المركز بيتي، مثل ما بيت أهلي هو بيتي. ف كثر ما يعني في دي شيء اسوي لهذا المركز بسويه، يمكن ان عطائي يكون قليل وانا مقصر معاهم اكيد رغم هذه السنين الطويله كلها، لكن هذه كانت هديه بسيطه حبينا نهديها للمركز. ما عليك زود سعود، 19 سنه تطريها عمر ما شاء الله، صدقيني بعد ما عليك قصور مهما اعطينا، مش بس لهذا المركز، انت لما تتكلمين عن المركز هذه حاله موجوده في مجتمعنا، معناتها اذا اعطيناها نحن قاعدين نعطي لابناء بلادنا. صحيح. اذا اعطينا لابناء بلادنا معناتها نحن نعطي لبلادنا، بلادنا. صحيح. في شو قصرت معنا؟ نعم. صحيح. بلادنا لو ان شاء الله يعني بنعطيها انفسنا وارواحنا ونفديها بكل شيء، قسما بالله بعدنا مقصرين, طبعًا. ويوم نشوف العالم الثاني اللي برا نقول الحمد لله رب العالمين على نعمه الامارات. طبعا هاي سمه هالامارات، يعني جايه من القياده الرشيده اللي هي نمت فينا هذه السمة. طبعا سمة العطاء والحب، ونبقى نشعر بالقصور. اكيد. طبعا نحن يعني شاكرين تواجدك معنا سعود اليوم، واذا تبغى تقول كلمة معينة، حاب شيء، ما زالت هناك تعابير في شيء ما تعرفه عن سعود على فكرة. في ناس يعني تشوف سعود بس اعلاميا، ترى سعود شاعر وإعلامي وممثل، وما شاء الله عليه عنده دراسات عليا، يعني مفعم في كل شيء تبارك الرحمن. ربي يحفظك يا رب. منا للي أعلن عنه بإذن الله. إن شاء الله. نشكر وجودك. أنا شاكر قناة الظفرة على هذه الاستضافة، بس رسالة بسيطة أحب أوجهها للي يتابعون، أن يمكن نحن كوننا إعلاميين حبينا نعطي أو يعني ندخل في هذه المجالات كرسائل نوجهها للناس، أن لا تنسون مثل هذه الفئة، حاولوا تعقون كثر ما تقدرون لبلادكم. هي الرسالة اللي نحن دائما نحب نوجهها، أن التطوع ترى شيء جدا مهم. نعم. والتطوع هو اللي يرفع الأمم، هو اللي يخلي الأمة تتقدم. فأتمنى من كل الناس، حتى لو كان التطوع في شيء بسيط جدا لا يذكر،
لا تقصرون كثر ما تقدرون، اوقات فراغكم استغلوها في التطوع لبلادكم، حتى لو مثلا ما في فعاليه ما في شيء صاير، على الاقل مر على استراحه الشباب او مر على اقفال المراكز ذوي الاحتياجات الخاصه، او مر على اي فئه من الفئات، او حتى لو حد من اهلك موجود مثلا، طبعا حد من اهلك والاقربون اولى بالمعروف، نعم اكيد اللي موجودين ايضا وما في حد يزورهم، او حتى المستشفيات تلقى ناس تلقى حالات كثيره طبعًا. مروا عليهم ولا تنسونهم لو ان شاء الله بس بسلام يعني. وهذه وصايا طبعا يعني في الاول وفي الاخر الرسول عليه الصلاه والسلام، ونحن منهج نتبعه ان شاء الله. اكيد مشكور يا غالي، الله يحفظك يا رب. مشكورين.